بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ولقاء جديد يجمعنا بكم في برنامجكم من عمان. هذه الرحلة المسائية التي نطوف بها معكم في موضوعات محلية شتى ننتقيها بعناية لنطرحها في أمسية إن شاء الله ترقى لذائقتكم. اليوم الأحد 11 من ديسمبر، يوم مميز لدينا في السلطنة، هو يوم القوات السلطان المسلحة. منجزات عظيمة ومفاخر خالدة سجلتها قوات السلطان المسلحة بالتضحية والفداء في سبيل أداء أمانة الذود عن حمى الوطن الغالي والدفاع عن حياضه المقدسة الطاهرة. 11 من ديسمبر من كل عام مشاهدينا الكرام، يوم مجيد في تاريخ العسكري العماني والمنطلق لنشر مظلة الأمن والأمان وترسيخ دعائم الاستقرار. هذا اليوم الذي يمثل مصدر الإلهام لمعاني الوطنية الحقة، والذي جنى فيه العمانيون المكاسب الجمة والثمار الطيبة، منطلقين إلى آفاق المستقبل بروح مليئة بالعزائم التي لا تقهر والإصرار الذي لا يعرف الكلل ولا يعرف الملل، من أجل عمان التاريخ، عمان المجد، عمان الخير والإباء والنهضة والتقدم. فقوات السلطان المسلحة هي الحارس الأمين والحامي اليقظ لمنجزات هذا العهد الزاهر. كل عام والقائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بكل خير، كل عام وقادة وأفراد قوات السلطان المسلحة بكل خير، كل عام وعمان والعمانيون يعتزون ويفاخرون بكم، لأنكم تقفون على ثغور هذا الوطن العزيز، لأنكم تبذلون أرواحكم من أجل عمان ولأمن وأمان الإنسان. إذن مشاهدينا الكرام، في حلقة الليلة في من عمان نحتفي بقوات السلطان المسلحة في يومها المجيد. أهلا بكم. سلام قف.
تحية لقوات السلطان المسلحة الذين يذودون عن حمى هذا الوطن برا وبحرا وجوا. هذه التحية التي دائما مولانا القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه ما يحرص على أن يوجهها في خطاباته لقوات السلطان المسلحة للأهمية الكبرى التي تمثلها قوات السلطان المسلحة في الذود عن حياض هذا الوطن العزيز. في ظل قيادة جلالته قوات السلطان المسلحة شهدت العديد من الإنجازات والتطور في كافة المجالات. فرصة اليوم للاقتراب من هذه الإنجازات وهذا التطور في كافة الأصعدة من خلال ضيفي الموجود معي في الاستوديو. أرحب بالمقدم الركن أنور بن الصافي الحريبي، ركن أول عمليات معلوماتية بالتوجيه المعنوي برئاسة قوات السلطان المسلحة. أهلا ومرحبا بك المقدم الركن، ونبارك لكم هذا اليوم المجيد. أهلا وسهلا الأخ خالد، واسمح لي بدءاً ذي بدء أن أوجه تحية إلى القائمين على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة للحديث في برنامج من عمان إلى أبناء عمان في هذا اليوم الأغر الماجد الذي نزقي فيه التحية وأسمى آيات التهاني والتبركات في بداية هذا اللقاء إلى حضرة مولانا صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه. ونسأل الله أن يعيد هذه المناسبة ومثالها عليه باليمن والخير والبركات، وأن يبقيه ذخرا لعمان وشعب عمان. ونعاهد جلالته في هذا اليوم الأغر الماجد على أن نصير خلفه صفا واحدا باذلين كل ما نستطيع في السلم وفي الحرب، وأن نذود عن حمى هذا الوطن بكل ما نستطيع إن شاء الله. طبعا المقدم الركن نعتز ونفخر ونفاخر بقوات السلطان المسلحة وما وصلت إليه من إنجازات في كافة قطاعاتها. ما الذي يمثله الاحتفال بيوم قوات السلطان المسلحة لمنتسب قوات السلطان المسلحة بشكل عام؟ في الحقيقة هذا اليوم في حياة كل شعب وفي مسيرة كل أمة هناك علامات فارقة ولحظات تحول تاريخية في مسيرتها عبر سنين الحضارة التي تمر بها. نعم. وهذا اليوم هو من هذه العلامات الفارقة ونقاط التحول في تاريخ عمان لشعب عمان وأرض عمان. نعم. ففي هذا اليوم الأغر الماجد تحقق النصر والحمد لله، وكانت بمثابة القاعدة الصلبة للانطلاق إلى آفاق أوسع وأرحب في التنمية. فبدأت مسيرة التنمية من هذا اليوم بعد أن تم توطيد الأمن والاستقرار وساد للاستقرار في ربوع عمان. وكما تعلم بأن الحمد لله مقدمة الأمان والاستقرار هي المدخل الذي يوفر الظروف الملائمة للتقدم والازدهار لأي شعب. فهذا اليوم هو الذي وفر هذا التقدم وهذا الاستقرار بفضل ما مثله من أمن وسلام الذي مكن من الاستمرار في عمليات التنمية والاستقرار، ولله الحمد. وفي هذا اليوم أيضا لا يسعنا إلا أن نقدر جهود
أبناء قوات سلطان المسلحة الذي قدموا أرواحهم زكية في سبيل خدمة هذا الوطن والذود عن حياضه والحفاظ على مكتسباته، ونعاهدهم بأن نكون على دربهم سائرين بإذن الله إلى مزيد من التضحية والفداء لشعب عمان وأرض عمان وقائد عمان بإذن الله. نعم. طيب، المقدم ركن مولانا القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، منذ البداية أولى القوات السلطان المسلحة اهتماما كبيرا بالتسليح والتطوير والتدريب، ونلمس ذلك أيضا من خلال خطابات مولانا حفظه الله ورعاه بالإشارة إلى قوات السلطان المسلحة بكل فخر واعتزاز. مولانا حفظه الله ورعاه هو داعم دائما لأبنائه ورجال قواته المسلحة البواسل، إيمانا من جلالته بالدور والتضحيات والطبيعة الخاصة الذي يبذلها أبناء هذا الوطن في خدمتهم العسكرية، فلذلك هو دائما يبادلهم الاحترام ويبادلونه الولاء والسمع والطاعة. وفي سبيل ذلك تعلم طبيعة عمل القوات المسلحة، هي تعتمد على الرؤية. نعم. ورؤية القيادة هي الفيصل في تقدم ونمو أي قوات مسلحة حديثة للوصول إلى غايتها العملياتية والعسكرية والاستراتيجية. فهذه الرؤية هي التي تمثل الشخص الذي تتوجه نحوه كل مسيرة التطوير في قوات السلطان المسلحة. وهذا الاهتمام والرعاية الحثيثة من لدن جلالة السلطان ويقوم عليها قادة أوفياء مخلصين أيضا، هي التي مكنت قوات السلطان المسلحة من الوصول إلى ما وصلت إليه، وبالتالي تحقيق كافة الغايات العسكرية والعملياتية بفضل هذه الرؤية التي تترجم إلى خطط تدريبية وتسليحية ربما نتحدث عنها لاحقا في هذا البرنامج. طيب، يعني إلى أي مدى ذلك أيضا هذا الاهتمام من لدن مولانا حفظه الله ورعاه بقوات السلطان المسلحة أيضا يحمل مسؤولية لأفراد قوات السلطان المسلحة بأن يكونوا فعلا محلا وهم كذلك لهذه الثقة؟ حقيقة إنه تشريف وتكليف. نعم. وهذه المسؤولية دائما ما حملها أبناء قوات السلطان المسلحة على عاتقهم. نعم. وقد أقسموا الولاء اليمين على الولاء والوفاء بهذه المسؤولية. وفي هذه اللحظات التي نتحدث فيها الآن، هناك رجال يمخرون أعباب البحر، وهناك نسور عمان في الجو لتحافظ على عمان. وهناك أيضا رجال المشاة يقومون بأدوارهم في حماية حدود الوطن والذود عن حياضه. هذه هي المسؤولية التي يحملها كل فرد مقاتل وكل فرد حتى في مجالات الإسناد. كلهم يقدرون هذه المسؤولية وتراهم يعملون في كل بكل تفان وإخلاص في خدمة هذا الوطن، برا بعهدهم لهذا الوطن ولهذا القائد. قبل حتى أن ندخل أيضا في هذه المقابلة المقدم ركننا، نتحدث قبل انطلاق البرنامج عن يعني يوم قوات السلطان المسلحة، تحدثت عن جانب مهم وذكرت منه قبل قليل، وهو أنه في هذه الأثناء ونحن في هذه المقابلة هناك أفراد من قوات السلطان المسلحة في البر في الصحراء، ربما في ظروف ليست بالسهلة، هناك آخرين أيضا في البحر، وهناك أيضا من هو في الجو، هناك من لم يرى أهله ربما لعدة أشهر، وكل هذا حفاظا على أمن واستقرار هذا الوطن العزيز. نعم، هم دائما كذلك، وهم لذلك يستحقون منا كل التحية وكل التقدير. هؤلاء الرجال البواسل الذين يضحون بأوقاتهم والتزاماتهم وكل مظاهر الحياة التي يعيشها كل مواطن، يعني حينما يأوي كل منا إلى مخدعه فهناك شخص يعمل في ظروف بالغة القسوة وبالغة الشدة، ولكن عهدهم وولاؤهم لمولانا حضرة صاحب الجلالة وإخلاصهم لهذا الوطن هو ما يجعلهم في روح معنوية عالية وبرادة قتالية عالية أيضا تمكنهم من أداء هذا الدور. وهم عندما تقدموا لشرف هذه الجندية يحملون في قلوبهم كل الولاء وكل مشاعر الإخلاص لهذا الوطن ولقائد هذا الوطن. لذلك تراهم دائما يعملون بكل همة ونشاط وإخلاص، وهم كذلك دائما وكان دابهم يعني. نعم. طيب، يعني المقدم ونحن الآن نفاخر بقوات السلطان المسلحة على ما وصلت إليه من تطوير وتحديث، أكيد هناك عمل كبير وجهد مضني أيضا في هذا الجانب، فما أبرز تحديثات تجهيزات التقنية العسكرية التي شهدها القطاع العسكري خلال السنوات الماضية؟ في الحقيقة دائما ما نحبذ أن نأخذ الصورة مكتملة يعني. ففيما يتعلق بمسيرة التحديث والتطوير والتسليح،
هذه العملية مرتبطة برؤية القيادة السامية والتي يقوم عليها قادة أوفياء مخلصين بكل جهد حثيث لترجمة توجيهات صاحب الجلالة في مجال تزويد قوات سلطان المسلحة بكل ما هو ضروري للوفاء بمتطلباتها التي تمكنها من أداء أدوارها الوطنية المخلصة. في هذا الإطار هذه العملية لا تتم بشكل غير منظم، وإنما وفق استراتيجية واضحة المعالم ورؤية خطها مولانا حفظه الله ورعاه ويقوم عليها القادة الأوفياء المخلصين. في هذا الإطار يؤخذ في الاعتبار ما هي الاحتياجات التدريبية واحتياجات التسليح بقدر المهام المستقبلية والواجبات المنتظرة لقوات السلطان المسلحة وما هي حجم التحديات المنتظرة، وبناء عليه تحول هذه إلى خطط وبرامج تلائم هذه التحديات وتضع الاستجابات المناسبة على كافة المستويات، على مستوى التسليح، على مستوى التدريب، على مستوى التنظيم، على مستوى التأهيل، وفق فلسفة متكاملة. في نهاية الأمر توصل القوات المسلحة إلى العمل وأداء واجبها المقدس بكل كفاءة واقتدار. نعم. طيب المقدم، لو أتينا للحديث عن التدريب والتأهيل لمنتسبي قوات السلطان المسلحة، ودائما نفخر بالإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها أفراد قوات السلطان المسلحة، حتى يظهر ذلك جليا في المشاركات الخارجية في المسابقات الدولية، ما يحصده أفراد قوات السلطان المسلحة من مراكز متقدمة أيضا يبرهن على أنه هناك تأسيس قوي وهناك تدريب وتأهيل واشتغال حقيقي على هذا الجانب. حقيقة مرة أخرى كل ذلك يستمد فلسفته من رؤية مولانا حضرة صاحب الجلالة لقوات السلطان المسلحة ولعمان بشكل عام. من يخوض الحروب ومن يخوض المنافسات ومن يخوض القتال ليست هي الآلات والمعدات، وإنما هم البشر. فإذا كان البشر على مستوى عالي من التأهيل والتدريب كانت النتائج المرجوة كما خطط لها. وفي هذا الإطار فلسفتنا في القوات المسلحة بأن التدريب الجاد والعمل الشاق المضني هو الذي يوصل إلى الأهداف المتوخاة فيما يتعلق بإعداد الكوادر البشرية. وهذا الإعداد لا يقتصر كما يظن الكثيرون على الإعداد البدني والجسماني والتدريب الأساسي، وإنما ينصرف إلى التدريب في المجالات الإدارية، إلى التدريب في المجالات الفنية، إلى التدريب في المجالات اللوجستية، وإلى كافة مناحي التدريب. وفلسفة التدريب أيضا تقوم على ثلاث مراحل: كيف تكتسب الجوانب النظرية في بداية الأمر كأساس، ومن ثم تنتقل إلى مرحلة الممارسة الفعلية العملي والتطبيق حتى تكون ما دربت لأجله تستطيع تنفيذه بشكل مستمر. استاذنك المقدم الركن للخروج في فاصل قصير، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام، ثم لدينا عودة لمواصلة حديثنا. خليكم معنا. تنفذ حياة للمياه العديد من مشاريع الصرف الصحي لتوصيل المساكن والمنشآت بشبكة حديثة من أنابيب الصرف الصحي، وهي مشاريع تنفذ في أحياء عامرة بالمساكن والمنشآت. لذا فحياة للمياه تضع ضمن أولوياتها سلامة العاملين والقاطنين بالقرب من مواقع الإنشاءات. ساهم معنا في الحفاظ على سلامة الآخرين بإبعاد الأطفال عن مواقع الحفريات والانتباه عند التعامل مع الحفريات بالقرب من منزلك. للتواصل قم بزيارة موقعنا الإلكتروني www.haya.com أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي على موقعي الفيسبوك والتويتر، أو اتصل على مركز الاتصالات 800-77-111. حياة للمياه، نبدي كامل التزامنا لجعل عمان أكثر اضطرارا وصحة. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، نرحب أيضا بكل من انضم لمتابعتنا في حلقة الليلة برنامجكم من عمان. واصل حديثي مع المقدم الركن أنور بن الصافي الحريبي، ركن أول عمليات معلوماتية بالتوجيه المعنوي برئاسة قوات السلطان المسلحة. مقدم نرحب بك من جديد، وكنت قبل الفاصل تتحدث عن موضوع التدريب والتأهيل لأفراد قوات السلطان المسلحة.
شكرا لك خالد. حقيقة التدريب هو مرتبط بتأهيل الكادر البشري الذي يعد العنصر الأساسي في تحقيق الأهداف العسكرية والعملياتية، ومن ثم الأهداف الاستراتيجية، ويسير وفق رؤى مستمدة من الفكر السامي ويشرف عليها قادتنا أوفياء مخلصين. وفي هذا الإطار التدريب كما ذكرنا ينصرف إلى أمور كثيرة، ولكن هذه المناهج التدريبية والمؤسسات التعليمية والتدريبية تسير وفق مفاهيم وعقائد تستجيب لكافة المتغيرات التي تحدث في البيئة الاستراتيجية والعملياتية، وتشهد دائما على كفاءة المقاتل العماني وقدرته على التعامل مع أصعب وأعقد التقنيات. ولذلك تم رفع مستوى التدريب والتأهيل إلى عدد من المؤسسات، بدءا من مؤسسات ومدارس الأركان والمدارس التأسيسية التخصصية في التأهيل الفني والأكاديمي، إلى المدارس التخصصية في كافة الأسلحة، ثم إلى كلية القيادة والأركان التي تساهم في تخريج كوادر فيما يتعلق بالإدارة والأركان والقيادة والعمل كأركان أوائل وأركان من الدرجة الثانية في القيادات والوحدات، وصولا إلى الكليات التقنية العسكرية، وتتويجا في هذا الإطار تقع في سلم معاهد التدريب والكليات العسكرية كلية الدفاع الوطني، التي تساهم في تخريج قادة وأركان على مستوى عالي ملمين بمقتضيات الأمن الوطني وإدارة الأزمات في المستوى الاستراتيجي. طيب، مقدم أيضا جانب إلى جانب الأدوار العسكرية والأمنية التي تقوم بها قوات سلطان المسلح، هناك أيضا جوانب اجتماعية من الجيد أن نذكرها أيضا. في الحقيقة قوات سلطان المسلح دائما كانت من الوطن وإلى أبناء الوطن، وهي جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وهي تساهم بشكل كبير في العديد من الجوانب التنمية. فمنذ بانطلاق النهضة كانت قوات سلطان المسلحة حاضرة في شق الطرق وتزويد المواطنين بالخدمات ونقلهم شخصيا إلى المستشفيات والطبيب الطائر، بالإضافة إلى كافة أنواع الخدمات في المناطق البعيدة. ولا زالت تمارس هذا الدور إلى يومنا هذا، وإن شاء الله إلى ما يوم يبعثون بإذن الله. سعدنا بوجودك معنا المقدم الركن أنور بن الصافي الحريبي، ركن أول عمليات معلوماتية بالتوجيه المعنوي برئاسة قوات السلطان المسلحة. شكرا لك مقدم على كل ما أضفته في حلقة الليلة من برنامج من عمان، ونبارك لكم هذا اليوم المجيد مرة أخرى. نشكركم، وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نسأل الله أن يمد مولانا بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة عليه وأمثالها، وهو يرفل بثوب الصحة والعافية، ونعاهده بأن نكون خلفه صفا واحدا جنودنا أوفياء، وأن نكون الدرع والسيف لهذا الوطن، ونعهده دائما ونعاهد هذا الوطن بأن تكون أعلام عمان دائما عالية خفاقة، هاماتها عالية عزيزة صواريها بإذن الله، ولن تسلم إلا كذلك من جيل إلى جيل. شكرا لك المقدم، تحية لحماة الحق حراس المبادئ. فاصل قصير ثم لدينا عودة. تنفذ حياة للمياه العديد من مشاريع الصرف الصحي لتوصيل المساكن والمنشآت بشبكة حديثة من أنابيب الصرف الصحي، وهي مشاريع تنفذ في أحياء عامرة بالمساكن والمنشآت. لذا فحياة للمياه تضع ضمن أولوياتها سلامة العاملين والقاطنين بالقرب من مواقع الإنشاءات. ساهم معنا في الحفاظ على سلامة الآخرين بإبعاد الأطفال عن مواقع الحفريات والانتباه عند التعامل مع الحفريات بالقرب من منزلك. للتواصل قم بزيارة موقعنا الإلكتروني www.haya.com أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي على موقعي الفيسبوك والتويتر، أو اتصل على مركز الاتصالات 800-77-1111. حياة للمياه، نبدي كامل التزامنا لجعل عمان أكثر اضطراراً وصحة. حياكم الله.
الله مشاهدينا الكرام. طبعا اليوم في من عمان احتفينا بيوم قوات السلطان المسلح، هذا اليوم المجيد الذي يمثل لنا قيمة كبيرة لما تمثله قوات السلطان المسلحة التي تذود عن حياض هذا الوطن العزيز. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نتمنى أنكم استمتعتوا أيضا بالدقائق التي قضيناها معكم. غدا أو بعد غد إن شاء الله يتجدد لقاء في برنامج من عمان. تقبلوا تحية فريق عمل البرنامج، وهذه تحية المخرج إبراهيم الشريقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.